اهلا بكم متابعينا متابعي جريده اليوم السابع في كل مكان. احنا النهارده في مدينه الغردقه وبنرصد لكم يعني حركه السياحه والرحلات اللي هي بتسمى في شركات السياحه رحلات جولات البلد. زي ما انتم شايفين في اجانب من جنسيات مختلفه بيزوروا مسجد الميناء الكبير في مدينه الغردقه، ودي بتبقى رحلات بتسمى سيتي تورز او بتسمى جولات رحلات البلد. طبعا الرحلات دي بتتنظم من شركات السياحة على مزارات سياحية مختلفة، منها مسجد الميناء الكبير والكنيسة. وزي ما انتم شايفين يعني في الشاشة قدامكم في عدد كبير جدا من الأجانب هم بيحاولوا يعني بيصوروا المسجد اللي هنشوفه كمان شوية. يعني الرحلات دي بيتم تنظيمها على المناطق الشعبية والأثرية، يعني عشان يعني مسجد الميناء كان أساس في المناطق دي أو المناطق اللي بيتم زيارتها، لأن هو مبنى معماري إسلامي شهير جدا في مدينة الغردقة وشهد إسلام كتير وشهر إسلام كتير من الأجانب بعد زيارتهم ليه. الحقيقة يعني المناطق اللي بتضم جولات البلد في الغردقة واللي بتنظمها شركات السياحة منها الكورنيش القديم في مدينة الغردقة ومسجد الميناء الكبير ومسجد عبد المنعم رياض والسوق القديم والمناطق الشعبية و كذلك كنيسة البابا شنودة في مدينة الغردقة. الغرف اللي هناك دي بيبقى فيها يعني قبل كورونا كان بيبقى فيها استال. الاستال بيتم ارتداؤه للسيدات من الأجانب وبعد كده بيقوموا بدخول جوه. ده مسجد الميناء الكبير زي ما حضراتكم شايفين من أهم المناطق السياحية اللي بيتم زيارتها على المدى يعني جولات البلد للسياح اللي بتتنظم بشكل يعني دايما. وزي يعني المسجد ده بيدخله موجود مركز ثقافي فيه أئمة من جنسيات مختلفة بتتكلم لغات مختلفة علشان تشرح للجنسيات المختلفة فن العمارة في المسجد ده، ويعني بتدلهم على يعني اتبنى امتى وطريقة العمارة بتاعته، وبيبقى زي يعني تور للمكان لأن هو على رأس الرحلات جولات البلد الموجودة في مدينة الغردقة. يعني حضراتكم زي ما انتم شايفين طبعا ده فوق سياحي برضو لسه واصل حالا لميدان لمسجد يعني الميناء الكبير ضمن الرحلات جولات البلد اللي بتنظمها شركات السياحة للوافدين لمدينة الغردقة. الرحلات دي بتبقى في أماكن معلومة ليها بتضم غالبا دايما المناطق الشعبية والمناطق العمارة الإسلامية والعمارة القبطية، بتبدأ من مسجد الميناء والكنيسة بابا شنودة في ميدان الدهار وبتروح كمان السوق الدهار القديم، وكمان بتضم مناطق مختلفة مثل الكورنيش القديم وكمان مارينا الغردقة. قبل موضوع كورونا قبل انتشار فيروس كورونا كانت يعني بيتم السماح للأجانب بالدخول جوه المسجد للشرح ليهم يعني فن العمارة الإسلامية اللي موجودة في مسجد الميناء الكبير زي ما انتم شايفين، إلا أن طبعا قبل دخول المسجد للسيدات كان فيه بيتم ارتداء إسدال من المناطق دي من الغرفة دي بيتم ارتداء إسدال، والإسدال ده بعد ما يخلصوا بيقوموا يعني بيخلعوه بيرجعوه تاني ويتم غسله من إدارة المسجد وتنظيفه بيبقى للوفود اللي جاية بعد كده. تبقى اماكن سياحيه اماكن اثريه اماكن دينيه هنا موجوده هنا في المسجد، بعد كده بنوديهم للكنيسه ادم كنيسه موجوده في الغردقه ادم المسجد موجود، بنتكلمهم عن المعمار عاده في على المسجد المسجد هنا المعمار اللي موجود في الكنيسه، بنتكلمهم عن الديانه واختلاف الديانه هنا سواء اسلام او مسيحي، بنبدا نشرح لهم الاماكن الموجوده بنوديهم المارينا. المارينا طبعا في مارينا قديمه هنا في الغردقه وفي مارينا جديده، بنتكلم عن اماكن رحلات اللي بتطلع من المارينا سواء سنوركلينج او دايفنج، ده بنديهم نظره عامه عن الموجود في مصر وبشكل اخص في الغردقه.